في حلقة النهاردة هنستعرض مع بعض أكتر ناس محظوظة حرفيا في العالم. بس قبل ما نبدأ حلقة النهاردة ما تنساش تشترك في القناة وتضغط لايك تشجيع ليا عشان أستمر في نشر المزيد إن شاء الله. يلا بينا نروح نبدأ الحلقة. الشخص اللي قدامنا ده رفع حصان وللأسف الموتوسيكل سابه ومشي ودير وراه بسرعة عشان خاطر يلحق بيه. الراجل ده بيحارب الحصان وربنا تتبع أمر الدين. أما الشخص اللي قدامنا ده كان بيهد حيطة ولما هدها ربنا ستر لأن الأرض ساعتها اتهدت معاها. المتنة دي ده بسرعة والعربية دي طلعت على غفلة ولولا ستر ربنا كانت اتخبطت فيها او اتقلب على الارض. في الوقت اللي بيصبوا فيه البيت خده موقع بس الحمد لله مفيش حد فيهم اتأذى. الراجل ده بيتصل الازاز بطريقة غلط بس الحمد لله انه متأذاش. اما لوح الازاز ده لو تنويه على الارض كان هيخرب الدنيا حرفيا بس ربنا ستر. العربيه اللي قدامنا دي طلعت عن مسارها مره واحده والحمد لله لا وقعت ولا حتى خبطت اللي قدامها. في الوقت اللي عامل المحاره بيبني فيه السقف وقع بس الحمد لله انه ما اتاذاش. الوقت اللي الرفعة بترفع فيه العمود ده وقع قدام العربية قبل ما تعدي ولولا ستر ربنا كان وقع على العربية موت اللي فيها. ومن الصدمة الناس مش مصدقة اللي حصل لحد الوقت. الماتورة اللي ماشية قدام دي نصها طلع عن مسارها والحمد لله ان هي متقلبتش. اما عن العربية دي فهي مشيت في نص البحر وما تسألنيش ازاي. اثناء ما الشخص ده واقف بحي الدمور واحد حب يهينه راح رماه بمشروب لكن قدر ان هو يرقفه بالطريقه المثيره. عارف انت لما ربنا يسترها معاك وبعت لك الشخص المناسب في الوقت المناسب او لولا الشخص ده كان الشخص ده مات. تضيع عن طريق الغلط قدرت انها تخش بيت التماسيح ولولا ستر ربنا كانت هتبقى وليمه حلوه للتماسيح لكن قدرت انها تهرب. بالشكل اللي قدامنا ده بيتم صنع الازاز وعارف انت الماده دي انا بوريلك ليه لان الفيديو اللي قدامنا ده المتنه دي ضربت وتانت هتموت ناس لولا ستر ربنا. واللي قدامنا ده هو اسرع رد فعل هتشوفه من الطرفين. الشخص ده مجرد ما اتحرك من قدام البيت اللي هو واقف عنده حصل فيضان دمر البيت. الست اللي قدامنا دي بتتكلم عن حادثة حصلت على الطريق السريع ولولا ستر ربنا كانت هي كمان هتبقى في الأخبار. وتقريبا هي نفس العربية اللي كانت هتخبط المذيعة هي اللي كانت هتخبط المذيع لولا ستر ربنا برضه. لما تبقى شاري العربية بفلوس حلال تقريبا الراجل ده كان مفطر نفسه في جي تي ايه. عارف انت لما تبقى محظوظ زيادة عن اللزوم في لعبة سبحان الله تحس ان السلم كان مستنيهم ينزلوا من عليه. تقريبا كده الشخص ده كان عايز يعرفه ان فتحة الباب على الطريق غلط.